ابو الشباب اللي مسوي نفسه حباب، اللي ما يحتاج مفر للدولاب، واللي راح اقول اسمه مثل الراب، ياسر 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 الصخير. الشباب عمود الوطن، احنا اللي راح نصدم المستقبل ان شاء الله. اتوقع مستقبل العراق عظيم بشباب عظيم. حاطنا هو ايماننا بالقياده العامه، هي قياده الشباب للمستقبل. ولانني واحد من الشباب عشت همومهم وتطلعاتهم، وجدت في العراق قائد قوي وطني، ووجدت في العراق جمهور مدافع عن قضيته، وكان عملي منصب على تجسير العلاقه بين القائد والجمهور. ولانني واحد من الشباب، نحن جيل من الشباب، في فكره مشتركه بين الشباب، نعمل على اشراك الشباب، تدفع بالشباب. والشباب هم شباب، والشباب عندهم اصدقاء شباب، ومن يشوفوهم يقول لهم هاو الشباب يجاوبوهم هاو الشباب، وبعدين يقعدون بالمطعم يجون الكابتن الله بالخير شباب، اشتغل من الشباب، بس ابو الشباب طلع سيارتك بلا زحمه. والعراق يمتاز بالشباب الحمد لله، واحنا نفتخر بانه عندنا شباب، وعندنا شباب يعني على اساس بكل العالم الانسان من يطلع منكم ما عمره 90 سنه، بس بالعراق يمتاز، العراق يمتاز عنده شباب. هذا الاعلان سواه ياسر صخير ب 2014. الله يعلم الشباب اللي طالعين بالاعلان هسه وين. احتمال اثنين من عندهم متظاهرين وطافرين، واحدة تزوجت وسعدت لجهال نازحين يتاجر بيهم خميس، واحد تزوج وسع علاوي ابنه كبر بصف الاول، صار لانه صار 7 سنين على الاعلان، فحاليا يعني اكيد كبر الولد، وهسه يسال ابوه بابا شنو اغلاط حياتك؟ اكلت مال اليتيم؟ كنت عاقل الوالدين؟ سويت فحشاء ومنكر؟ والله يا ابني يا ريت، ايه يا ابني ظلني بقلب الفحشاء والمنكر. بعد سويت بابا طلعت بإعلان يا ياسر صخير. بهذا الإعلان اتفق أنا ويا شغلة ويا شيخ الشباب السيد ياسر صخير، اتفق وياه بقضية واحدة، انه هو ضحية الجهل والتخلف. حبيت اعترافه وتصالحه ويا الذات، وهو يقضي السنوات لكي يجسر العلاقة بين القائد والجمهور. وإذا اجى اعرابي ويسألني هو شلون جسر العلاقة وآخر إعلان انتخابي طالع به بال 2014 وراها ما عنده ولا، راح أجاوبه ياسر صخيل ما يحب الظهور والإعلام، لأن الرجال أحسن من البغل، يشتغل هو ساكت. وهذا اللي أنا أعول عليه صراحة، واني اللي جابني على ياسر وخلاني اعتبره دبا من الخمسه من الامل هن شغلتين. الاولى ذائقته الفنيه بالاعلانات. ميتين وثمانية وسبعين، ميتين وتسعة وسبعين، ميتين وثمانين، ثلاثمية. ياسر صخيل ياسر صخيل، طيب طيب طيب. ما شاء الله أغنية رائعة جدا رائعة جدا. أما السبب الثاني بعد ذاقت الطيط طيط، فهي أغنية تافهة، فهي نزول القوي هاي السنة للانتخابات. قادمون لإكمال مسيرة بناء الدولة واستعادة هيبتها التي أسقطها الفوضويين والخارجين عن القانون. يابا هو يقول إحنا عندنا 72 مرشحا لاستعادة حق الفقير، هذا منه ياسر صخيل. صوروا ياسر صخيل يدعي وواصل، يدعي أنه هو واصل وعلى أساس ما يعرف يفرق بين المفعول به والفاعل، ولا راح يقدر يعرف المنصوب عليه حاليا. بس لا لا، محمد على كيفك استاذ محمد، على كيفك ويا ياسر، لانه هو شعله الامل مالتنا، واني دوري هنا اشق اشرح له قواعد اللغه العربيه حتى ما يخزينه ويصير مفعول به. شوف ياسر، الفرق بين الفاعل والمفعول به اكبر مما تتخيل. ناخذ مثال، رشح نوري صخله، رشح فعل، نوري فاعل، الصخله مفعول به. مثال ثاني، وجد ياسر صخلة، هنا أنت فاعل والصخلة مفعول بها به به به. إذا وجد سويتها وجد ياسر صخلة، راح ينقلب المفعول به وتطلع أنت الصخل. هذا غلط، هذا لغويا غلط. فالتركيز على الفاعل مفعول به مهم، لأن حركة واحدة تخليك ما تفرق بين ياسر والصخل. أما إذا بكل الأحوال ما تفرق بينهم، فراح أقول لك عيب غلط، ما يصير ما يصير الذب اللوم كله على ياسر وحده. إيش يخطأ هو؟ يخطأ لأنه يستعين بناس زمايل
لا لا عيب عيب. شوف هذا شكل مال واحد يستعين بزمايل. راح اقول لك كلمه واحده، زمايل العراق مو للبيع. دي شوف الياسر، شوف هذا الناس تستعين به، اما هو فيستعين بعمه نوري لانه نوري ماجستير باللغه العربيه. واذا اكو ناس تستعين بالزمايل فاني جاي استعين بصخيل الشاب العصامي، هو واخوه الشاب العصامي الاخر علي صخيل، وافتهم من عنده مشروع السياسي شنو للانتخابات حتى اقدر اقنع الاخوه هنا وامثالها من الشعب والمتظاهرين والمعتصمين بباب بنزين خانه الامل بانه احنا نقدر نغير ونستبدل البغال والحمير. يلا على بركه الله، طلع لي لقاء جديد لياسر صخيل، خلينا نشوف رؤيته السياسيه حول دور العراق في الصراع الصيني الامريكي. بس اريدك تروح للشاشه تطلع لي الفيديو على الشاشه وامام الجماهير كلها، ولكن من خلال لعبه راح العب وياكم لعبه. راح اسوي هيجي واقول جمله، من تخلص اذا تحركتوا بالعصايه. اوكي يلا نبلش 3 2 1. اوكورا كوتي بيرا ثمبيرا. اوكورا كوتي تيرا ثمبيرا. أكورا كوتي تيرا ثمبيرا. أحمد برا 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 برا. أكورا كوتي تيرا ثمبيرا. أكورا كوتي تيرا ثمبيرا. يلا شغل الفيديو شغل الفيديو. يلا خلاص خلاص كاف، خلصنا تزعاط. ما ولا فيديو؟ ماكو أي لقاء طالع يحكي فيه؟ زين طلع لي أي لقاء حاكي فيه أي موضوع سياسي عادي يعني إيش؟ ماكو؟ زين شوف دور عليه ملتقى الرافدين للحوار، بلكت نقدر يعرف لنا أو يشرح لنا شنو خلفيات وأسباب تبرع المرجعية من إشاعة ارتباط زيد الطلقاني بيها. والله شوف شنو الموضوع، ولا جملة ولا رأي سياسي. يعني أنا من قلت عليه يعمل بصمت ما كنت ألعب. زين هسه شلون أقنع اليائسين من الانتخابات وإحنا أيسنا من شوفته هو هذا؟ زين واحد من حزب الدعوة خليه يحكي لنا عن مغامرات وإنجازات ياسر صخيل من الداخل. السيد ياسر صخيل المالكي. نعم. شو يستحق؟ شنو اللي يستحق وشنو العمل اللي أقول هذا؟ أنت بعد راح تقول إنه إذا كان عنده عمل. لا مو هو تتقدم كل واحد. نائب بالبرلمان. ما أعرف نائب سابق. أنا ما أعرف بيالجنة هو في البرلمان بصراحة حتى أتكلم، يعني ما أعرف عن إنجازاته. كنت تتكلم ما أعرف. من كنت قريب أنت من السيد المالكي، ما تعرف قرب من السيد أبداً. المالكي وعمله. ما أعرف هو بيالجنة، ما سمعت ولا يوم من الأيام هو أتكلم بالبرلمان أبدا، لا بلقاء ولا. قبل يصير نائب شنو كان دوره؟ هو كان حرس الأخ المالكي مدة طويلة يعني. هاي قبل كنا بالحاسبه نحط ملفات هيدن، هاي الهيدن دائما بيها سكسي، هو انت تطب تحطها دائما بالويندوز بالفولدر مال ويندوز، بعدين تطب بالفولدر مال ويندوز اكو شيء اسمه سيستم هم فولدر تطب بيه على اساس يعني هذا من تدخل عليه يضرب الويندوز، بس هو بملف هيدن بهذا المقاطع السكسيه والافلام السكسيه اللي تتفرج انت لما تكون شاب ومراهق وما ادري ايش. ياسر صخيل نفس الشيء، طاب هيدن بالبرلمان السكسي مال العمليه السياسيه ولا مداخله. زين كان يطب للبرلمان اصلا هو. طب بالمناسبه هذا وليد الحلي قيادي بحزب الدعوه مقرب من المالكي، ما يعرف ياسر صخيل القيادي في حزب الدعوه والمقرب من المالكي واللي كان البادي جارد مال نوري ما يعرف ايش سوى خلال 8 سنين بالبرلمان، ما يعرف. انت شنو الغموض اللي معيشنا بيه؟ عليك ثار وشارد انت؟ شنو الانتخابات الغريبه هاي؟ واحد محكوم بالاعدام وما عنده ولا لقاء، واحد 8 سنين نائب ما عنده ولا لقاء، فوقها نسيب المالكي. واذا تسال المالكي نفسه راح تقول بابا تعرفه هذا؟ راح يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني والله اشوفه بالعيد مرات من انطي عيديات للجهال، يجي هو مؤامره كونيه وانطي عيديه. بالله دورونا على صخيل بباب مرابط، هذا شلون صار نائب بالبرلمان اذا هيك يعني شلون صار؟ في فضيحة جديدة كشفت وزارة التربية في كتاب أرسلته إلى المفوضية العليا للانتخابات أن أقارب نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون ياسر صخيل وحسين أحمد هادي المرشحين للانتخابات المقبلة
أقدم على تزوير شهادات التخرج الخاصة بهما لأنهما لا يمتلكان مؤهلات علمية. يعني أنا ما يحتاج وثيقة تثبت لي إنه ياسر ما عنده أي مؤهلات، مو بس علمية. هسا نعوف العلمية على صفحة، خل نسلم على المؤهلات وبعدين أولها رأي. محمد هسا عرفت ليش ما يعرف الفاعل من المفعول به؟ مزور شهادة رجال. يعني مو هو الإنسان، ترى أكو ناس يبين العبقرية بوجوههم، هو مبين عبقري رجال. ياسر صخيل عندي كلمة واحدة لك، شهادات العراق مو للبيع، ما أدري للبيع ما أدري. وهنا اكتشف إنه ياسر ما محتاج يدخل للانتخابات، محتاج يجمع فلوسه ويجيب به المدرس خصوصي حتى يبطل سوالف التزوير ويدرس حال العالم. ويأتي ذلك بعد أن قرر البنك المركزي العراقي في شهر أب الماضي تجميد أرصدة 9 مسؤولين سابقين وحاليين وحجز ممتلكاتهم بينهم صهر الملك ياسر صخيل وشقيقه لقمان صخيل على خلفية عدم تسديد ديون مستحقة للدولة. نبطل خامط الدولة. شو الانتخابات على خاطر الله؟ شنو هاي؟ لا والله حرامات، كان صرفنا فلوس على المدرسين مالته بدون فايدة. زين إذا شيخ الشباب طلع قاط الدولة ومزور شهادة، الشباب منو إلهم؟ الشباب اللي مو للبيع شلون؟ داحوا الشباب، بعد منو راح يقول لهم أنتو شباب؟ شو راح يعرفون هم شباب؟ طبعا ياسر صخيل من تقول له جمدنا أموالك يقول لك يعني شنو يعني ويا البانية ضميتون للشتاء شنو؟ ياسر على هالترشيح راح تحصل هواية أصوات بس مو انتخابية، لا أصوات زياجة. وهنا أحب أنطيك الدرس الأخير في اللغة العربية وهو هذا المثال، شوفه مهم جدا. نصب أحمد البشير على ياسر صخيل وبهذا طلعتك من ولية المفعول به بس جريتك بحرف جر. تعالوا سأحكي لكم دور ياسر صخيل اللي ما نحكي. ياسر صخيل هو مدير حركة البشائر الشبابية، حركة البشائر طوال السنوات السابقة تنشط دائما قبل الانتخابات أكثر من أي أوقات أخرى، وتجمع شباب وتحشدهم للتثقيف لانتخاب حزب الدعوة وتوعدهم أشكال الوعود، وورا الانتخابات الشباب كالعادة يأكلون بوري محترم. حركة البشائر مو بس تجمع الشباب وتحشدهم للانتخابات بعنوان النشاطات الشبابية، لا، وإنما عندها فعاليات أخرى، مثلا يأخذون شباب بدورات إلى إيران بعنوان صناعة القادة حتى يعلموهم ولاية الفقيه والمرشد وأشياء أخرى. وراها كلها الأحزاب الإسلامية نفسها من تشوف شاب يحضر فعالية بسيطة تسوي أمم المتحدة أو أي قنصلية أخرى تسوي عميل وتشيطنه وتحرض عليه وبعدين يصير اللي يصير بي. حصيلة ياسر صخيل هي السيد ياسر صخيل. ولأنني واحد من الشباب عشت همومهم وتطلعاتهم وجدت في العراق قوي. هذا منه ياسر صخيل، وكان عملي منصب على تكسير العلاقة. ما سمعت ولا يوم من الأيام وأتكلم بالبرلمان. ياسر صخيل. ولأنني واحد من الشباب. ياسر صخيل. خيل 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 خيل. هذا منه ياسر صخيل. ما سمعت ولا يوم من الأيام وأتكلم بالبرلمان.